الله يكبر بك، الله يحفظك. شكرا. السلام عليكم متتبعينا مشاهدينا الاوفياء لقناه شوف تي في على المباشر، من امام المحل اللي تم تداول واحد المقطع ديال فيديو لواحد الوجبه ديال الدجاج اللي جبروا فيها الدود. السلطات المحليه بسطات كتقوم باغلاق المحل مؤقتا، يعني كتقوم باغلاق المحل مؤقتا. كانت يعني تم تداول واحد المقطع فيديو شهير لفتاة انها كتناول واحد الوجبه، يعني كتناول واحد الوجبه تناول واحد الوجبه ديال الدجاج وجبروا فيها يعني الدود. قامت السلطات يعني المحليه يعني في هذا الاثناء باغلاق هذا المحل الشهير ببيع الدجاج، شاورما، يعني العديد من المأكولات، يعني الدجاج شاورما المأكولات. هذا هو المحل متابعينا مشاهدينا الاوفياء للقناه على المباشر، هذا هو المحل اللي قامت السلطات المحليه بالاغلاق ديالو مؤقتا، يعني بعد تداول واحد المقطع فيديو شهير، واحد المقطع فيديو شهير لواحد الفتاه يعني كانت كتناول واحد الوجبه ديال الدجاج، ومن بعد انه جبرات فيها الدود، السلطات المحليه اللي قامت باخذ واحد العينات من هذا الدجاج وقاموا يعني بالبعد ديالو باجراء واحد التحاليل المختبر، يعني المعرفه ديال النوعيه ديال هذا الدود. السلطات المحليه بسطات قامت باغلاق هذا المحل سناك شهير بالمدينه ديال سطات، واللي كان كيعرض واحد المجموعه من المأكولات، دجاج، شاورما، يعني العديد من المأكولات المفضله. هذا المقطع الفيديو الشهير اللي تم التداول ديالو متابعينا مشاهدينا الاوفياء، واحد الفتاه اللي يعني كانت كتناول واحد الوجبه ديال الدجاج واكتشفت انه في هذيك الوجبه ديال الدجاج يعني اكتشفت بانه هذا الدجاج يعني فيه الدود، انس المغربي تحياتي لك. شوف هذوك اللي جا المحمدية ميكس تحياتي لك اخويا، تحياتنا لجميع المتابعين المشاهدين الاوفياء القناة شوف تي في على المباشر من سطات ومن امام المحل الشهير سناك اللي جبروا فيه يعني الدود في هذاك الدجاج، اللي حسب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي هذا هو المحل اللي جبروا فيه الدجاج، واللي قامت السلطات المحلية بالإغلاق ديالو مؤقتا إلى حين يعني معرفة تحاليل ومعرفة يعني مجموعة من الأمور وإجراء واحد البحث في الموضوع. هذا هو السناك متابعينا مشاهدينا الأوفياء، يعني السناك اللي جبروا فيه الدجاج، اللي جبروا فيه الدود، واللي تم واحد المقطع فيديو يعني تم التداول ديالو، واحد المقطع ديال الفيديو تم التداول ديالو يعني مؤخرا. فتاة اللي خدات واحد الوجبة ديال الدجاج وجبرات فيها الدود وبقات كتحتج في هذا الفيديو، حاولنا أننا اتصلنا بها وغادي نعرفوا يعني الموقف ديالها والفحوى ديال هاد الدود ديال الدجاج، ونحاولوا حتى لصاحب المحل باش أننا نوافيكم بجل المعطيات. سي عمر، متبادلة أخي، سوسن متبادلة، سوسن راقي متبادلة أختي، كنحييكم على التواصل وكنحييكم على التفاعل. الإنسان هو اللي يرد البال، من الماكلة المعروضة في بعض المحلات. وهنا يعني السؤال المطروح، راه خص السلطات المحلية
المكتب ديال المراقبه الصحيه، يعني المكتب ديال السلامه الصحيه والمراقبه، يعني لونسا حتى هو خصو يدير المجهودات ديالو، خصو يدير الواجب ديالو. كاين واحد المصلحه يعني بعماله اقليم سطات اللي هي يعني المراقبه حتى هي خصها يعني انها يعني ضعف من المجهودات ديالها وتقوم بالمراقبه اليوميه، يعني المراقبه اليوميه، يعني تقوم بالمراقبه اليوميه أولا الأسبوعية لبعض المحلات اللي كيعرضوا اللي كتهدد يعني الصحة ديال المواطن، اللي كتهدد الصحة ديال المواطن. كنحاولوا أننا نقلوا لكم متابعينا مشاهدينا الأوفياء للقناة على المباشر تفاصيل واحد القضية اللي هزات الرأي العام، يعني هزات الرأي العام بمدينة سطات، هزات الرأي العام بمدينة سطات وهزات الرأي العام المغربي هاد القضية ديال هاد السناك اللي جبروا فيه واحد الوجبه ديال الدجاج واللي جبروا فيها الدود. كانت فتاة انها يعني كتاكل هذه الوجبه ديال الدجاج، قلبت هذاك الطبق الصحن ديال الدجاج ولقات في الدجاج يعني لقات فيه الدود واحتجات. بعد الاخبار ديال السلطات المحليه، يعني قامت بالاغلاق المؤقت، لهذا المحل الى حين اجراء يعني شكرا لك اختي سوسن، تحياتي لكم. رابع من كازا متبادله، هادشي راه كيهدد الصحه والسلامه ديال المواطنين، كيهدد الصحه والسلامه ديال المواطنين وديال الساكنه. عيب وعار اننا وهذه القضيه يعني ديال هاد القضيه ديال هاد السناك اللي جبروا فيه الدود، يعني اللي جبروا الدجاج فيه الدود، راه كان على شاكلة واحد القضية يعني في بني ملال. بني ملال هذاك الطبق ديال الطاجين اللي جبروا فيه تا هو كامل عامر دود، وغادي نحاولوا نشوفوا يعني الضحايا، نشوفوا الناس المتضررين من هاد القضية. يوسف العمارتي شكرا لك أخي، متبادلة. كنحييكم على التواصل وكنحييكم على التفاعل. هذا هو المحل، هذا هو السناك الشهير بالمدينه ديال سطات اللي جبروا فيه هذا الدجاج يعني عامر بالدود، واحد البنت اللي احتجت على هذا الطبق ديال الدجاج، اللي جبروه انه عامر بالدود. بالفعل هذا الشيء خطير، خطير جدا لواحد الدرجه يعني ما يمكنش لكم انكم تصوروها. وهذا الشيء راه كيهدد الصحه والسلامه ديال المواطنين، وخص السلطات المحليه انها تقوم بالمجهودات ديالها، خص العناصر ديال المراقبه ديال الاسعار، المراقبه ديال الجوده ديال ما يعرض، خصوصا في هذه المحلات التجاريه اللي كتقدم يعني مأكولات للمواطنين وكتهدد يعني سي احمد داومي متبادله اخي. ما كاينش مراقبه، كيما قالت الاخت سوسن الراقي، هادشي خطير، هذا هو المحل، متابعينا مشاهدينا الاوفياء للقناه، هذا هو السناك الشهير، المحل بمدينة سطات اللي كيتواجد في شارع الحسن الثاني، أهم شارع رئيسي بالمدينة ديال سطات، وحنا يعني في المواجهة يعني بالمقابلة يعني ديال هذا السناك الشهير اللي هذا المقطع ديال الفيديو اللي تم التداول ديالو على نطاق واسع من طرف واحد الفتاة كتحتج على وجود الدود في هذا الطبق ديال الدجاج. وهذه يعني رسالة للمسؤولين، شكرا سي احمد داومي متبادلة اخي، وهذه رسالة للمسؤولين السلطات المحلية، الناس ديال المراقبة الصحية، انهم يقوموا بواحد العمليات ديال المراقبة يعني مراقبة ما يعرض وما يقدم للمواطن المغربي، الظاهرة ديال الدجاج راه ظاهرة خطيرة، ظهور الدود فيها. وغادي نحاولوا سعيد اكادير العفو اخي متبادله، شكرا لكم، اخي سعيد، كنحييكم على المباشر، كننقلوا لكم تفاصيل هذه الواقعه الخطيره واللي هزات المدينه ديال سطات وهزات الراي العام الوطني. سناك شهير بالمدينه ديال سطات واللي كيعرض يعني انواع ديال الدجاج، اللي جبروا فيه الدود، واحد البنت اللي احتجت
قامت السلطات المحلية بالإغلاق المؤقت لهذا المحل لبيع الدجاج، يعني في انتظار أننا نعرفوا يعني مجموعة من التفاصيل غادي نوافيكم بها. كاين خصيص الفراقي، كاين لأن جبروا بعض المحلات أنها كتبيع الدجاج ميت، كتبيع الدجاج ميت، هادشي عيب وعار، وهادشي كيهدد السلامة والصحة ديال المواطن العادي البسيط في ظل وفي انعدام يعني واحد المراقبة من طرف الجهات الوصية. سي محمد تبيع أكيد تحية الرجال ديال الأمن والأمان، يعني كنحيوهم على المجهودات اللي كيديروا، كنحيو السلطات المحليه اللي قامت بالاغلاق المؤقت، لهذا المحل، هذا السناك الشهير اللي هو يعني كيتواجد بشارع الحسن الثاني، واللي جبروا فيه يعني واحد طبق ديال الدجاج فيه الدود. هذه رساله متابعينا مشاهدينا الاوفياء، يعني المسؤولين السلطات المحليه انها يعني تقوم بالمجهودات ديالها وتكون واحد المراقبه، من طرف لجان مختصه. كنشكركم على التواصل وكنشكركم على التفاعل من خلال هذا البث المباشر، والى حين اننا ناخذ تصريح مع الفتاه صاحبه هذا الفيديو واحتموا المحل وحتى يعني الضحايا اللي تعرضوا لهذا القضيه وهذا الطبق. وهذا الشيء راه خطير، وما كيبشرش بالخير، هذا الشيء راه كيهدد الصحه والسلامه ديال المواطن العادي والبسيط، وخص السلطات المحليه تدخل، خص الناس ديال المراقبه، خص الجميع انه يعني يتدخل حفاظا على الصحه والسلامه ديال المواطن العادي والبسيط. كانت هذه متابعينا مشاهدينا الاوفياء تفاصيل اخطر عمليه يعني وقعت هنا في المدينه ديال سطات، سناك شهير واللي احنا بالمقابله ديالو، هذا سناك شهير بالمدينه ديال سطات لانه جبروا فيه الدجاج فيه الدود انه كيتباع للمواطنين. اكيد اخويا انس المغربي غنتواصلوا مع صاحبه الفيديو باش توضح لنا يعني التفاصيل ديال هذه القضيه، لانها تواصل التفاصيل ديال القضيه لانه باش تعرفوا على المعطيات. كنشكركم على التواصل والتفاعل، والى اللقاء في بث مباشر اخر الى حين الوصول الى تفاصيل جديده ومعطيات جديده في هذه القضيه اللي هزت الراي العام بمدينه سطات والراي العام الوطني، يعني هذا السناك الشهير واللي كيبيع الدجاج وجبروا فيه انه الدجاج فيه الدود. قاسم اسماعيل شكرا لك. كنحاولوا اننا نفيدوا المواطن العادي، نفيدوا لانه هذه المسائل يعني مسائل خطيره، يعني انه محل كيبيع وجبات ديال الدجاج عامره بالدود، السلطات المحليه قامت بالاغلاق ديالو مؤقتا الى حين معرفه تفاصيل جديده، وغادي يكون لنا يعني لقاء مع صاحبه الفيديو واحتموا المحل وحتى الناس اللي تضروا من هذه القضيه، كنشكركم على التواصل، من خلال هذا البث المباشر من امام سناك شاهير للمقطع ديال الفيديو اللي تم التداول ديالو. كنشكركم على التواصل والتفاعل، والى اللقاء في بث مباشر اخر. تحياتنا للجميع.